هذا تعبير عن احتجاج واستنكار الشعب الفلسطيني بعمومه والشعب الفلسطيني بخصوصه كشعب مسلم. ونحن كنقابة مهندسين نقابة رائدة للعمل النقابي ونمثل جموع الشعب الفلسطيني، فحبينا يعني أن نجهز ونقوم بهذه الاحتجاج أمام المركز الثقافي الفرنسي لتوصيل رأينا وتوصيل يعني رأي الشعب الفلسطيني بأنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المقدسات. فنحن ندافع عن رسول الله كما ندافع عن المسيح عليه السلام، كما ندافع عن جميع الأنبياء. فالأديان خط أحمر لا يمكن لأحد أن ينال منه بحجة حرية الرأي. لذلك كان لابد يعني أن تقوم النقابة بهذا النشاط الذي يعبر عن عموم الشعب الفلسطيني وعن جميع النقابات الفلسطينية.